واخيرا غادي نقول لكم شنو كيجيني طايسو واش انا مزوج. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا عندي لكم واحد المفاجاه اللي هي كاملكم عارفينها حيت قدامكم ديجا محلوله. كاينه هاد البارشي هذا عندنا ما نديرو به هادي باش كتمسح واقيلا الدرهم عندنا ما نديرو بها هادي ديال اليوتيوب شكرا لك على القبول لداك الخربيق ما عندنا تايا ما نديرو بها وها اللي عندنا ما نديرو بها الكرتونه تايا ما عندنا ما نديرو بها ها اللي عندنا ما نديرو بها هو ها هو المهم نعاود لكم القصه ديال هاد الدرع. هاد الدرع هذا وصلني قبل من العيد الصغير يعني هاد الدرع هذا ها هي وسام المكاوي ها هي وصلني في العيد الصغير. فين درت فيديو على موز الزعتر قلت لكم واحد المفاجاه قريبه وديك المفاجاه كنت غنديرها انا ومدام ديالي ولكن دوماج كنت انا وياها اللي غادي نحلو الدرع كنت كنتسناها غير انا وياها نديرو انا وياها العقد ولكن في اخر المطاف انفسخ العقد. المهم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ماشي مشكل. المهم في اخر عاد فهمت ديك الآية ديال الطيبون للطيبات والخبيثين للخبيثات. المهم بغيت نشكركم بزاف على الدرع هذا شكرا لكم بزاف شكرا بزاف على الدعم ديالكم شكرا بزاف على السيبور ديالكم على اي حاجه ديالكم وكنبغيكم كاملين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم لكم ثم بسبب الدعم ديالكم وصلنا اكثر من نص مليون واحد نص مليون اخ واخت وان شاء الله قريب المليون. وانا عندي واحد الفكره بانني خصني نتزوج مع حد صغير ومع مشاوره مع مالي الدار والكريمي يعني وافقوا انني نتزوج مع حد صغير لان باش نجمع راسي وهاد الفكره هادي عندي ويعني وما لقيت حتى شي واحد يعني قال لي لا ما تزوجش هكذا. الوالده قلت لها قالت لي الله يكمل عليك الوالده قال لي الله يكمل عليك الكريمي اللي كاملكم كتعرفوا اللي كيجاوب على الاسئله ديالكم قال لها تا والله يكمل عليك ما عندك هذه فكره زوينه خصك ديرها ويلا. المهم وقعوا بعض المشاكل بحال هكا المهم المشاكل كيوقعوا ولكن واحد المشكل اللي المهم ماشي مشكل المهم الدرع هو شكرا لكم بزاف I love you all so much. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو الفقره ديال الكيوين كيف العاده قبل ما نبداو صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلوا هذا الفيديو ده 15000 لايك وكتبوا شي اسئله اللي بغيتوني نديرهم في الفيديو الجاي ديجا حطيت لكم الاسئله في الانستغرام اللي هو هذا عندي واحد الانستغرام فيه 80 وقيلا نوصلوا 90 ان شاء الله ها هو حطيت لكم في السطور بانكم تحطوا الاسئله ديالكم وجاوني بزاف ديال الاسئله المهم غادي نجاوب على بعض الاسئله وما تبقى غادي نخليهم الفيديو الجاي. السؤال الاول امتى ناوي دير عقلك؟ المهم بعض المرات كنكون بعقلي بعض المرات ماشي بعقلي واللي لقى راحته في الهبال ما عنده ما يدير بشي عقل هادي خذوها من عندي. السؤال الثاني علاش ما ديرش فيديوهات ديال الضحك والله يفوجوا عليا تحكي فيهم بجديه وفي نفس الوقت مزاح. تحيه لكم الجزائر تحيه الناس ديال الجزائر اللي كصل لكم واحد بواحد. والفيديوهات ديال الضحك راه بعض المرات كندير هكا وهكا يعني فيديو واحد كنجمع فيه بجوج مثلا شي فيديو مثلا بينصح فيه شي واحد مثلا كنصح بطريقه ذكيه كنضحكك في نفس الوقت بجديه في نفس الوقت هكذا وكما كتلاحظوا اي فيديو يعني كنضحك فيه هو هذاك بخير. علاش دغيا كتدخل الخاطر؟ حيتاش اصلا الفيديوهات ملي كنديرهم كنهضر من قلبي داكشي علاش الهضره من القلب من القلب للقلب كتوصل واش فهمتوها دابا؟ المهم تحيه لكم واحد واحد. ما ناويش تزوج بصريكو شديدي كاصليك ولا ديك الميم. بلاتي نتفقوا على واحد الحاجه بلاتي راه شي وحدين يلاه شافوا داك الفيديو اللي درت على ساريكول ودابا راه ساريكول واقيلا راه حامله وشي كومونتير تبارك الله شي علماء شنو كيكتبوا اي اي على الزغوي اي اي المدام ديالك حامله واش من نيتكم؟ بالله عليك واش من نيتكم؟ واش وحدين الله شافوا داك الفيديو هاي واش من الصباح انا كنقلبوا على راجل ساريكول واش انت هو راجله؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم راه ماشي راه ساريكول درت عليها فيديو حتى عجبني التجويد ديالها واخا واش اوكي غنكونوا متفقين هذاك راه ما ولدي ما والو قبل ما تزيدوا في الخريطه عاوتاني يا وين يا وين اي واش كيبقى فيك الحال في هذوك التعليقات الخايبه بقى فيا الحال
انا شي يبقى بيا الحال اللي بيقول شي حاجه يقول انا مالي كما مسوق انا اليوم كاع اصلا كاع ما كاينين هذا باش نتسوق اليوم. معنى الرجوله اخويا راه ولا اختي اللي طرح هذا السؤال هذا راه ديجا درت فيديو في الانستغرام ما راك متابعني في الانستغرام. المهم هالفيديو هو شوفوا. ليست الرجوله باموال طائله وملابس فاخره وصوت عالي ودخان وسجائر والتعدي على الناس، انما الرجوله هي حسن الخلق والتواضع والاخلاق وكمال الدين وحسن الخلق مع الاخرين. الرجوله ادب وليس فقط لقب، والانوثه حياء وليست ازياء. بحال هاد الفيديوهات هادو كيكونوا غير في الانستغرام حيتاش حدهم دقيقه. شي قصه وقعت ليك وعمرك غادي تنساها في حياتك. المهم غادي نعاود لكم واحد القصه، ولكن هذه راه ما قصه ديالي ما ديال حتى شي واحد، هذه ديال واحد يعني الروايه واحد الكتاب الناس هزوه. كاين اللي دار عليه فين، كاين اللي دار عليه هكذا، وكاين اللي دار عليه هكا. وكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات. واحد المره شفت واحد البنت وعجبتني وبغيتها بزاف وباغي نخطبها، وقبل ما نخطب مشيت سولت عليها شي وحدين، ومنين سولتهم قالوا لي هذيك راه ما مربياش، ما مزياناش، ماشي بنت دارهم، ديما مع الدراري، وبزاف ديال الهضره اللي ما مزياناش. وانا راجع في الطريق وبقى فيا الحال، كنتمشى حتى تلاقيت مع واحد الراجل كبير، شافني الراجل انني غادي مقلق وقفني، هو اللي تيسولني قال لي مالك؟ قلت ليه البنت اللي بغيتها، قالوا لي راه ما مزياناش وما مربياش وهكذا وكذا وكذا وكذا. قال لي صافي ما يبقاش فيك الحال، انت باينه فيك ولد الناس وراجل، انا غنعطيك بنتي، ولكن قبل سير سول عليها حتى هي واجي مرحبا بك. وفعلا داكشي اللي درت، مشيت سولت عليها حتى هي قالوا لي نفس الهضره. منين رجعت عنده قال لي مضره، قلت لي راه بنتك، قالوا لي نفس الهضره ديال ديك الدريه اللي بغيت. شد لي في يدي قال لي يلاه معايا للدار، مشيت معاه. دخلت للدار بانت لي غير مرته، وانا ندور عنده قال لي شوف اولدي انا عايش غير انا ومراتي وحنا ما كنولدوش. ديك الساعه تصدمت، هو يقول لي ما عمرك تيق شي حاجه سمعتيها وانت ما شفتيهاش بعينيك، حيت كاينين شي وحدين كيخسروا السمعه ديال الشخص بلا سبب. كنتمنى ان الفكره وصلت. هاد القصه هادي فيها عبره، والعبره منها هو انك تسمع ليا وما تسمعش مني، سمع ليا شنو كنقول ولكن ما تسمعش مني، حيتاش كاينين شي وحدين كيزيدوا في خرات كيبداو عليك شي حاجه انت براسك ما عارفهاش وكيقولوها عليك. الله اعلم شنو غيستافدوا. واللي بغاها راه كاينه في الانستغرام. عندك افكار جديده في الفيديو ديالك في اليوتيوب، جود لك اند يو ار ذا بيست. ثانك يو فيري ماتش. عندي بزاف ديال الافكار جديده، ولكن بما نطور الماتيريال هكذا. انا كنصور بايفون 7، كان مونتي بادوب بريميوم برو، وان شاء الله نشري كاميرا ونشري بيس يعني مجهد في المونتاج، وما كاين غير الله يعطيك الصحه. فعلا الحيوانات احن من بني ادم. وبدون شك. المهم شوفوا هذا الفيديو. عارف يا صاحبي ايه الفرق بينك وبينه؟ انت لو شفتني في مشكله هتسيبني وهتجري، ده هيموت نفسه عليا. انا لو مديت لك ايدي ممكن تقطعها لي، ده عمره ما ده يزودها لي. بص عمره ما يعد الايد اللي اتمدت لك. ماشي؟ انت ما بتبقاش عليها شرب ملح، ده بق الميه بيطمر فيه. بتقول لي كلب؟ ده انت اللي كلب. لاش ما كتنوضش ليك اللحيه؟ زوين عاوتاني هاد القضيه هادي، علاش ما كتنوضش ليك اللحيه؟ واش بغيتي السويل كامل طي؟ وكما قلت لكم العائله كامله ما كتنوضش لهم اللحيه، يعني كاملنا ما كتنوضش. انت ناوي تزوج؟ و الا تزوجتي عرض علينا، عارف السؤال ديالي ما غاديش يدوز. ها هو داس. امتى ناوي تزوج؟ كنت باغي ندير لكم مفاجاه من الفيديو ديال مول الزعتر، ولكن كما قلت لكم في الديبار تاع الفيديو. هاي في اخر آخر عادي. المهم ان شاء الله يكون البديل القادم احسن. اشنو كيجيك طايسو حيت كتشابو بزاف؟ نفس الضحكه نفس النشاط، جينا الصراحه. واخيرا غادي نقول لكم شنو كيجيني طايسو. مع شحال من واحد كيقول لي اسامه شنو كيجيك طايسو؟ اسامه طايسو انت وياه كتشابو، كيفاش دابا نتوما قلبكم؟ اسامه بجوجكم ما كتنوضش لكم اللحيه، كيفاش دابا؟ واش نتوما خوت ولا كيفاش؟ ومن نهار تكتب هذا الكومنتير هذا في اليوتيوب والناس كيسولوني شنو كيجيك طايسو؟ طايسو ما كيجيني والو، راه فقط غير التشابه. هو مسميكم الوليدات انا مسميكم الشباب، يعني شنو؟ كاين تما شي مؤامره؟ لا 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 لا، طايسو ما كيجيني والو، ويعني عادي يعني كنتفرج فيه عادي جدا. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك، توصلوا هذا الفيديو 15000 لايك، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو تهلاو. مش احلى دنيا عندك.